احنا تيم مع بعض كده دايما بنتجمع، بيكون امير طعيمه ووليد سعد ملحن. انا بتفائل بالتيم ورك ده جدا، فدايما كل سنه بنحط في دماغنا عايزين نشتغل بقى المنير حاجه، فالمره دي جت وظبطت. على قد الحب بيبقى اللوم، وانا بائع عليك انما مهموم. بتلك الكلمات التي كتبها امير طعيمه ولحنها وليد سعد ووزعها احمد ابراهيم، غنى الكينج محمد منير احدث اغانيه مهموم. وليد كان عندي يوم سمعني اللحن، سمعت اللحن الاول يعني، وبيسمعه لي في المطلق يعني، فقلت له انا هكتبه نسمعه له منير، لان طبعا محمد منير شويه مش من الناس اللي ممكن تبقى اغنيه لحد تاني وتنفع له، ده مش موجود خالص. هو ليه مفردات وليه طريقه غنى وليه طريقه مزيكا. اتقابلت انا وامير ووليد وابتدينا نشتغلها بنفس الفورم ونفس الاوتبوت اللي خرج للناس في الاخر بصوت منير، هو ده اللي اتعمل في البدايه. كل اللي هيجي في بال انسان ليكوا عمل، قلبي المحن بحمل الاشواق تقلت شلته. ومن المعروف ان منير له فلسفته الخاصه التي يتميز بها عن اقرانه في الوسط الغنائي. الاغنيه في الاول كانت بصيغه المفرد، كان عاجبه جدا، وبعدين رجع ساعه الغنى غنى الاولاني انا باقي عليك انما مهموم، والغربه في حضنك طعمها خوف، ما هو انت عيوني انما مكتوف. كل ده هو جه في وقت حب يخلي الضمير جمعي، وجينا بعد شويه رجعناه تاني تبقى لا مفرد بعدين يعني. هو قعدنا شويه، قعدنا مده في الاغنيه، واحنا بعد وقت احنا بقى كتيم ورك ابتدينا نحبها بموضوع المجموع ده، فقوينا الفكره دي عنده. كلنا كنا محتارين في الحتتين دول، بس هي فكره انها تبقى بالجمع دي كانت فكرته هو. والغربه في حضنك طعمها خوف، ما هو انت عيوني انما مكتوب، ايه فايده عين ما بقتش تشوف. ومن اهم مقومات نجاح اي عمل للكينج هو الاحساس. هو انا كنت خلصت الميكس داون وبعت لكل الاطراف طبعا عشان يسمعوا، كلمته يا كينج اخبارك ايه عامل ايه، انا بعت لك عشان تسمع، اسمع وقول لي رايك ايه. فسمع كلمني قال لي جميل، حاجه يعني تتصدق. الكلمه دي مهمه عنده جدا، حاجه تتصدق. قال لي طالما انا صدقت يبقى الناس هتصدق. كم مرة مشي وربت الباب وعملت الحبك ألف حساب، أنا عاشق فعلا مش كذاب. مهموم حققت حتى الآن منذ طرحها على اليوتيوب ما يقارب من 2 مليون مشاهدة. أغنية المفروض كانت تنزل من شهور، يعني يمكن من 3 أو 4 شهور، ولكن حصل تأجيل لأسباب كتير جدا. يمكن في جزء منها كان بسبب ان انا كنت بنتهي من بعض الالبومات، يعني كنت بنتهي من البوم انغام، بعد كده شرنوبي، بعد كده هيثم شاكر، وهكذا في اكتر من عمل، وكان عمل برضو في رمضان، فانا اتشغلت شوية. هو الكينج كان اتشغل لظروف خاصة، ومنير بشكل عام بيبقى عارف هو هينزل الاغاني امتى يعني، فهي نزلت اعتقد في الوقت المناسب، والحمد لله الفيدباك بتاعها محترم جدا. بتحبوني ولا ده كيفكم تتحدوني، اللي ما بينا بقى بالنسبة لي ما هوش مفهوم.